بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نتكلم برضو الفانكشن على وظائف البلازما ميمبرين. اتكلمنا قبل كده على البلازما بروتين، النهارده نتكلم على الوظائف في البلازما ميمبرين ان جنرال. ذا بلازما ميمبرين كيبس ذا سيل انتاكت، ده بيحافظ على ايه؟ على سلامة الخلية. طيب اول حاجة لازم يحافظ على سلامة الخلية، لان سلامة الغشاء من سلامة الخلية وسلامة الخلية من سلامة الغشاء. allows only certain molecules and ions to enter and exit the cytoplasm freely. يعني في بعض الجزيئات أو الأيونز can enter or exit the cytoplasm freely بمنتهى الإيه الحرية. Therefore, plasma membrane is said to be selectively permeable. طالما إن هو allow certain molecules and ions to enter or exit the cell, so it has a selective permeability. يعني عنده نفاذية اختيارية. عشان كده نقول البلازما ميمبرين is a selectively permeable، يعني منفذ اختياريا، or has selective permeability، أو عنده نفاذية اختيارية. Small molecules، الجزيئات الأخرى التانية are lipid soluble. لما نقسمهم الأول اللي هو الجزيئات الصغيرة، نقول مثلا إن هم لو في جزيئات lipid soluble، جزيئات اللي هي بتدوب في الإيه في الدهون، لأن معظم الغشاء البلازما دهني phospholipid bilayer. الليبيد السوليبل يعني بيدوب في الايه في الدهون زي الجاز لايك الاكسجين والكربون دايوكسيد، كان بس روز البلازما ممبرين ايزلي، ده بتمر من خلال البلازما ممبرين بمنتهى الايه السهوله. في سيرتين اذر سيرتين مولكيول سمول مولكيولز برضه، في جزيئات صغيره تانية لكنها ايه لايك الووتر نوت ليبيد سوليبل. يبقى عندك الوقت حاجتين، اما يكون ليبيد سوليبل لايك الجازس اكسجين وكربون دايوكسيد، cross the plasma membrane easily، بتعدي من خلال الغشاء بسهولة. طيب في جزيئات تانية برضو صغيرة لكنها ايه not lipid soluble، لا تذوب في المية زي الايه زي الووتر، but still freely cross the plasma membrane، وبرضو بتمر بمنتهى الحرية داخل البلازما membrane. طب بالنسبة للlarge molecules يبقى ده small molecules، إما يكون lipid soluble أو يكون not lipid soluble، وفي الحالة دي قلنا زي الجازس وقلنا زي الووتر. cross the plasma membrane easily، cross the plasma membrane freely، منتهى الحرية. طب الجزيئات الكبيرة large molecules and the ions require the use of carrier or a channel طبعا to enter the cell. يعني مهما كان حتى لو هو الهيدروجين ايون اصغر ايونز، cannot cross the plasma membrane easily، cannot cross the plasma membrane freely، but it should transport through the channel، لكن ممكن يعدي من خلال الايه channel او خلال الكارير. لو هي جزيئات كبيره ممكن من خلال الايه الكارير ده يتنقل ايه الى داخل الخليه. البلازما membrane has a selective permeability، قلنا ان هو selectively permeable، أو تقول إن هو يمتلك has selective permeability، عنده نفاذية اختيارية. The cell membranes has ability to select which molecules can enter and which can exit the cell. يبقى على طول طالما عنده القابلية والقدرة إن هو يختار select the molecules that enter or exit the cell، يبقى عنده نفاذية اختيارية. This allows the cell to define the internal condition of the cell. قلنا قبل كده عشان تحافظ على الهيموستاسيس، تحافظ على internal environment، الظروف الداخلية أو البيئة الداخلية للخلية، وده أهم وظيفة من وظائف البلازما ميمبرين. Substances that can cross the plasma membrane، في بعض المواد اللي هي ممكن تعبر خلال البلازما ميمبرين، و some other chemical cannot cross the plasma membrane. زي ايه؟ قلنا زي ال small molecules سواء كانت بقى not lipid soluble او اللي هي lipid soluble like the gases can cross the plasma membrane. في other small polar molecules like الايه الامونيا خلال الشانل. في lipids طبعا such as cholesterol cross the plasma membrane. اي حاجه lipid سهل جدا انها تدخل من خلال غشاء البلازما لان هو lipid، يبقى lipid passing lipids. Also cannot be small ions. كل الايونز حتى لو فيها اللي هو السمول ايونز الهيدروجين ايون لازم يحصل له كروز البلازما ميمبرين زي ما قلنا من خلال الشانل. الميد تو لارج بولر مولكيولز لايك الجلوكوز لايك الامينو اسيد cannot cross the plasma membrane but need protein carrier. And the macromolecules such as protein البوليسكرايد and the others
All of these cannot cross the plasma membrane through the carrier, but it can cross the plasma membrane through another process like endocytosis or exit from the cell by exocytosis. So what are the types of transport? طالما ان البلازما ممبرين كده بيقوم بعمليه النقل ودوره في عمليه التحكم في البيئه الداخليه يبقى نعرف التايبس اوف ترانسبورت يعني انواع النقل. ترانسبورت ميكانيزمز ديفايدد انتو يعني تتنقل الاليات النقل دي تقسم الى ايه. اول حاجه خالص باسيف ميكانيزم يبقى باسيف ترانسبورت يعني ده نقل ايه سلبي اليه سلبيه يعني وزود ATP بدون طاقه. أول حاجة طبعا فيها السيمبل ديفيوجن اللي هو الانتشار البسيط. رقم اثنين الاسموزيس اللي هو عبارة عن ديفيوجن برضو بس ديفيوجن اوف ووتر. رقم ثلاثة الفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هو الانتشار الميسر. يبقى لما اقول لك ديفيوجن معناها ده كله ديفيوجن from high concentration to low concentration يبقى على طول تقول عليه ده انتشار. لو بتكلم على مولكيولز سمول مولكيولز يبقى ديفيوز فروم هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن لايك الجازس مثلا يبقى فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن يبقى ده سمبل ديفيوجن. وزود كارير بزود بروتين مفيش بروتين ده من خلال الفوسفوليبيد لاير فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن من التركيز الاعلى للتركيز الاقل وذ كونسنتريشن جريدينت يعني مع فرق التركيز يعني فروم هاي تو لو يعني واحد من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. لو جزيئات دي قلت لك ان هي عباره عن جزيئات ميه H2O يبقى انا في الحاله دي بتكلم على الاسموزس. اي حاجه غير الميه اقول عليها سمبل ديفيوجن فروم هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن من خلال الفوسفوليبيد لاير نفسها ما فيش اي بروتين موجود بيساعد في العمليه. لكن في الحاله الفاسيليتيتد ديفيوجن بقى في انتشار صحيح فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن زي الامينو اسيد زي الجلوكوز فروم هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن يبقى ده انتشار ميسر. ميسر بايه؟ من الخلايا يبقى سهل شويه ان في كارير سواء كان الكارير ده بقى ايه شانل او بروتين ده بيسموه في الحاله دي فروم هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن وذ ذا بروتين يبقى فاسيليتيتد ديفيوجن وده الباسيف ترانسبورت. ليه؟ لان there is no energy needed مفيش طاقه محتاجها الخليه. النوع الثاني اللي هو الاكتيف ميكانيزم الاليه النشطه وده الاكتيف ترانسبورت. الاكزامبل بتاع الاكتيف ترانسبورت الاكتيف ترانسبورت فيا بروتين بامب عن طريق مضخه للبروتين. وكمان الاكزامبل الثاني اللي هو السيتوزيس عمليه البلعمه داخل او خارج الخليه اللي بسموها البلك فلو ميكانيزم يعني انتقال الجزيئات الضخمه. يبقى البلك فلو ميكانيزم اللي هو السيتوزيس. يبقى اول حاجه بقى الاكتيف ميكانيزم ده اما يكون اكتيف ترانسبورت ويستخدم في الحاله دي اللي هو البروتين بامب او يكون رقم اثنين اللي هو السيتوزيس وده بلك فلو ميكانيزم ده انتقال الجزيئات الكبيره اللي هو اكبر من ان يحتويها البروتين نفسه. وده طبعا ده تتقسم اللي هو البلك فلو ميكانيزم ده يقسموها لايه. اول حاجه طبعا اندوسيتوزيس يبقى ابتلاع او بلعمه من خارج للداخل وده ينقسم الى حاجتين اما يكون فاجوسيتوزيس لو كانت ماده صلبه او يكون بينوسيتوزيس لما تكون شراب الخليه او يكون ايه عباره عن سائل يعني. يبقى اذا كان ماده صلبه يبقى اغتزاء زي نسمي بتناول الطعام الصلب يبقى ده فاجوسيتوزيس أو يشرب الماء اللي بيسموها البينوسيتوزيس ارتشاف الخلية. النقطة الثانية اللي هو ده قلنا ده من خارج الخلية لداخل الخلية صلب يبقى فاجوسيتوزيس سائل يبقى بينوسيتوزيس. طب لو كان من داخل الخلية لخارج الخلية في الحالة دي بتسموها الإكزوسيتوزيس أو إخراج الخلية إخراج المواد الواستس الفترات أو إخراج اللي هي البرودكتس الموجود داخل الخلية سواء كانت بقى اللي هي السيلولار برودكتس اللي هو المنتجات داخل الخلية. الاكتيف ترانسبورت زي ده الاكزامبل بتاعنا لما يكون عندك فروم لو كونسنتريشن لو كونسنتريشن شوف تركيز هنا المواد دي تركيزها جزئين مثلا هنا هاي كونسنتريشن يبقى فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن يبقى ده اجينست الكونسنتريشن جريدينت ده ضد فرق التركيز هناك كان وذ كونسنتريشن جريدينت لكن ده اجينست الكونسنتريشن جريدينت فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن وبالتالي عايز كارير والكارير ده ما يشتغلش بدون طاقه وبالتالي عايزين الاي تي بي وده اكتيف ترانسبورت نقل بواسطه الطاقه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.